المشكل الان هو نقص في الفيتامينات والاملاح المعدنيه. راه اكثر من 90% ديال النساء تعانيوا من نقص فيتامين د اللي يقدر يعطينا نقص في الكالسيوم ويقدر يعطينا هشاشه العظام بالاضافه الى الفيتامينات الاخرى. مناش جاي هذا الشيء؟ جاي لجوج ديال الامور. اننا بعدنا حيت المغاربه ما محتاجينش شي واحد يعلمهم كيفاش ياكلوا. المغاربة الحمد لله لو أننا نرجعوا للنظام الغذائي المغربي الأصلي، نرجعوا للكسكسو، نرجعوا للطاجين، نرجعوا للبركوكش، نرجعوا للبلبولة، نرجعوا للأتاي، اللوز، قرقاع، تمر، زبيب، كرموس، هندية، الحمد لله دي كل أغذية اللي هي كاينة الأبعد من هذا. أنا تندق ناقوس خطر اللي هو صعيب بزاف. المغاربة الآن أصبحنا تنفقدوا الأطباق المغربية، وهذه راه خطيرة بزاف، حيت ماشي كاع الدول عندهم لي تيرم كولينير، عندهم واحد لا باز كولينير. المغرب من بين البلدان القليله اللي عندها اون باز كولينير ديالها. الان لا لا الرجال ولا العيالات، شكون اللي باقي تيعرف يطيب رفيسه اولا كسكسو اولا الحريره؟ ولكن ملي غتقول طارت سيترون ولا فوغي نوار ولا بيتزا ولا شي حاجه اخرى غيطيبوها بالزربه، في حين ان علميا وغذائيا فرق كبير جدا ما بين رفيسة وما بين همبرغر، وفلا علاقة ما بين البلبولة ديال الشعير وما بين حاجة أخرى. لهذا فالرجوع أنا تنظن، ماشي تنظن، أنا مأكد أن لو نرجعوا للنظام الغذائي المغربي غيمكننا نقطعوا سنوات ضوئية في العلاج ديال المشكل ديال الأمراض اللي عندنا الآن، لأن ما كاينش شي عادات غذائية مغربية اللي فيها المشكل. صحيح أنا كاين بعض الأمور المغاربة كانوا تيتناولوا حلويات، ولكن كانت أمور اللي هي قليلة نادرا في بعض الحفلات، في بعض الأعراس مثلا ولا بعض المناسبات. الآن صبحنا تنشوفوا أن الاستهلاك ديال هذه المواد السكرية والمواد اللي غنية بأمور اللي تتهلك الصحة ديال المواطن صبحت بشكل يومي.